الوفد ديالنا الرسمي ديال الاعلام شاء كتشوف منير بصوره موحده كان هذه سابقه هذه ما عمرها وقعت سابقه لانه جميل تشوف الجسم الاعلامي ولا الجسم الصحفي غادي بايكيب وحده بقميص واحد ببرنامج واحد ما بيت واحد تنقل واحد ماشي بنادم غادي يوصل للمطار بقى يقلب على طاكسي ولا بقى يقلب على كار غادي يوصلوا غادي يلقاو ترونسبور ديالهم غادي يديهم حتى الاحاله تنعرفوا بانه كاع لي فواياجير كوت ديفوار تيكون الوصول بالليل لما كنتيش داير اون ريزيرفاسيون بقيتي تما في المطار وتنقول باش تنقل المدينه اللي غادي تمشي لها فالمدينه راه بعيده ما لعبينش في سان بيدرو سان بيدرو وكاين المشكل ديال الاقامه في سان بيدرو كاين والجمعيه اللي تترأسها السيد ادريس شحتان المدير ديال قناه شوف تي في اللي تترأس الجمعيه ديال جمعيه الوطنيه للاعلام والناشرين الناشرين خدات على عاتقها باش هي اللي دير التنسيق بين جميع الاخوان الاعلاميين والصحفيين خداو زي خداو الاقامه خداو واحد البرنامج موحد باش يمشيو اولا باش يمثلوا يكونوا احسن سفراء للمملكه المغربيه لان الاعلام تيكون هو القاطره وتعرف به البلد ديالك لانك مقبل على التظاهره المقبله غتكون عندك في 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 المغرب عندك تظاهره ديال لا كوب دي موند اذا ما غاتمشيش غير باش دير التغطيه للمنتخب المغربي ولكن غادي تمشي باش ترسل وتجيب واحد الصوره على المملكه المغربيه اذا برافو الاعلامي اليوم عطى واحد الصوره جميله في مطار محمد الخامس كانه المنتخب الوطني غادر اليوم مطار محمد الخامس